تعالي تعالي انت الكات حقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا بالجميلين، معاكم دوفي ورجعت لكم بمقطع جديد بخصوص تفتيح الباكجات، وخلينا نشوف مع بعض ايش جانا من حاجات جميله. اسيبكم مع المقطع، انجوي. السلام الجميلين، طبعا يا اخوان الان ادوب التحديث تقريبا له 10 دقائق او السيرفر يعني فتح له 10 دقائق، وحنجرب حظنا باذن الله. والله ايش هذا، انيميشن جديد، ايش الحركه الجديده هذه يا كيتشي؟ اوكي نايس. طيب حنخش كده على ايش اسمه، على الوش. بس قبل ما نخش على الوش، اعتقد انه الجرافكس عندي فيه له كده، صار يفتح نفس الشغل. اوكي يلا ندخل، بسم الله. طبعا يا جماعه يعني انا انصحكم انكم ترخوا صوتي شويه، لانه انا حاس ان شاء الله انه حتجيني كده حاجه ايش يعني اهلا وسهلا، فانا ما اضمن رده فعلي صراحه، فحنديها كده اقول بسم الله. طبعا انا حفتح سينجل، انا كده يعني متعود انا افتح سينجل، انا ما احب افتح الوش ابو ضرب 10. حفتح الوش سينجل ونشوف ايش الوضع حيكون. والله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي نايس، حلو حلو، حكمل الريفاين 4 تقريبا. نايس نتفاد. او ماي جاد، ايش بك كده اختفى بسرعه. بسم الله. اوكي نتفاد نتفاد. طيب خش على اللي بعده. طيب بسم الله. نايس نايس، كله الى الان جميل، راضي، انا راضي، ما عندي مشكله. هنا حيبدا الشغل الشغيل، هنا حيبدا الكلام الكليم. انا صراحه اتمنى الشخص اللطيف اللي هنا وديونا الكات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اول مرة، ونديها تاني مرة كمان. طيب اوكي خلصت انا كده، حنشوف الديتيلز. يعني هو الان لو جانا شيء يلمع 5 نجوم فالدروب ريت حقه 50%. بالنسبة للحاجات اللي بعده هنا ايش حطلنا 50% على الحاجات الموفية 4 ستار. يا رب يا كريم. اوكي ثانية اسوي سكيب، انا ابغاك تخبط في وجهي، انا ما ابغى كذا استنى ما ادري ايش كذا في وجهي، تجيني اهلا وسهلا، ما تبي تجيني مع السلامة. اوكي اللي بعده. طيب عادي برضو عادي بدو. اوكي اتس باد، تعال يا بدو، انت حلوه برضو. بنت لوك. طيب عادي برضو، معليش نستحمل، حيرزقنا ربنا ان شاء الله. عادي انا متأمل 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 برضو متأمل، ما حستسلم والله ما حستسلم. ما حستسلم، عجيني انا عارف عجيني. جين بدو. او ماي جاد يا بدو، الله يخرب بيتك، ما ابغاكي. اهلا، تعالي يا ديو، تعالي انت الكات حقك، تعالي انت بستي انت، انا من اول ابغاك. اهلا وسهلا، تعالي ناخذ لك سكرين كمان انت يا عمري. الحمد لله جانا شيء حلو. طيب ديونا. اوكي انا ابى الثاني، اباك تطبع في وجهي، اباك تطبع في وجهي، اباك تطبع في وجهي.
خليك محترم. تعلي تعلي. ايوه هذا هو الكلام عليك يا حبيبي. صحيت اهلي من النوم انا عارف يا جماعه، وقايل لكم قايل لكم قايل لكم قايل لكم عزرخ. ماني انا ماني مسؤول عن اي احد. ما رخص صوت، ما رخص صوت، انا ماني مسؤول. جيتني انت حيوان والله العظيم لا اوريك. اوه ماي جاد، يا ربي لك الحمد والشكر، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اخذ صوره كمان، تعال تنزل انت هنا. طيب اهلا وسهلا، اهلا. ولا ما ادري اكمل تاني ولا هلا اروح هنا. خلاص انا دحين طمعت، انا دحين صرت تماع حيوان. فين نروح؟ فين نجيب له اسلحه ولا نخش هنا ولا ايش الاسلحه اللي انا اصلا حاطه؟ نكمل بسم الله. طيب عادي، لاست تو. طيب وهنا نديها اخر حبة بسم الله. اوكي راضي، انا كذا راضي ومبسوط. نستعرض الشخصية الجميلة. فين انا اصلا ضيعت القوائم دحين يا جماعة؟ فينك يا حيوان؟ فينك؟ فينك؟ ما اشوفه. اوكي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طبعا ان هذا يبغى له جلسه طويله عريضه بالتالنت وبالسلاح وبالمش عارف ايه، بس خلينا بس نلعب فيه نشوف كيف الوضع حيكون معه. تعال نشيل مين، هشيلك شويه لي معلش. طيب وما والله جميل، انا الاتاك سبيد اللي عنده يعني عجيب. يا سلام، نروح يا حبيبي على اي منطقه فيها اي وحش. طيب انا صح نسيت الديونا مسكينه، سحبت عليها يعني عشان 5 نجوم هذا وهي 4 نجوم. والله العظيم اني عنصر يا حيوان. طيب تعال يا ديونا معلش. طيب عمود عمود، بوسه واحده منه حيموتني. حيموتني. ايش حساوي معاك؟ ايش حساوي معاك؟ طيب تعالي انت هنا. واخترت انا كمان انمي حيوان. اثبت يا واد. انا بس بكمل لهم الالتيميت. طيب. يا ضربة واحدة أنا حموت، فحجلس كذا ألعب معاه. أوكي هذه تعمل له باك راوند. طيب إن شاء الله حغطي فيه التفاصيل، يعني حعمل فيديو خاص عنه هو وديونا. هنشوف كيف الشغل حيكون فيهم. أوكي مت. أنت كمان لازم تموتي معاه. أيوه هو يموت وحده. لا بس والله يا اخوان ان شاء الله انه يكون الفيديو سلس وجميل، وسامحوني على الرياكشن يعني صراحه هذا شيء يعني خارج عن ارادتي، انا ما اقدر اتحكم فيه. وحنغطي معاكم باذن الله فيديو او فيديوهين ثانيين عن الشخصيات اللي جاتني، المساكين اللي ماتت. وانجوي في التحديث الجديد، وبرضه حنتكلم عن تفاصيل التحديث الجديد. يعطيكم العافيه ونشوفكم في مقطع جديد باذن الله.